شوبت في مكيف كيف شوبت انا والله كثير شوب احسن شي راح اشتري شغلات باردة وشي خليني راح اخذ مصاري بالاول صحيح هون صار ماما خليني راح اخذ منه وها شو هدول حسيت رمي جاني
هي كان سمعت الباب عم يندق شوي شوي. ما مين هذا؟ معقول فطومه؟ ولا حلا قطعتي لك يا فطومه؟ لك يا أب ماما، لك ماما فطومه خير ان شاء الله. لك يا فطومه شبكي ماما؟ لك شبك؟ ولا حلا قطعتك يا عمري؟ خير شبك؟ حرارتك مرتفعه؟ فطومة خير، انتي وين كنتي وشو هذا اللي معاكي؟ ماما كنت رح اجيب شغلات بارتي واجيت الشوابت. يا عمري لك تحي تحي تحي، فوتي 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 من هالشوب. لك ليش هيك يا فطومة طالعة؟ لك يا ماما قالي لي انا بروح بجيب لك، ليش انتي طلعتي بهالشوب؟ يا الله فوتي 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 يا ماما فوتي، تعالي يا ماما فوتي فوتي. لك يا الله، لك ليش هيك؟ مين قال لك تطلعي بهالشوبات؟ مالك شايفة كثير شوب برا؟ كيف هيك بتطلعي بهذا الوقت؟ خلص ارتاحي ارتاحي، هاتي من ايدك. شو هذا اللي جايبتيه؟ خلص ارتاحي ارتاحي يا ماما ارتاحي ارتاحي. هاي لك المكيف عالي، لك ها شعل شعل. كيف هيك انت بتتركي هالمكيف وبتروحي تطلعي هيك بهالشوبات؟ لك ليش هيك يا فاطمه؟ برا كثير كثير شوب يا ماما، بعد بهذا الوقت كثير شوب، الدنيا ظهر ما بينطلع هلا. شو بعرفني انا اسم شوب؟ لك هذا الوقت ما بينطلع فيه منيح، ما صابك ضربه شمس. فطومي ماما عم يوجعك شيء؟ اخذك على المشفى على الدكتور؟ خاف عم يوجعك شيء؟ اشوف حرارتك مرتفعه شيء؟ ماما اذا عم يوجعك شيء خليني اخذك على المشفى. لا سلامتك يا عمري، لا ما بصيرك يا ماما، ما بصير تطلعي بهذا الوقت، هذا الوقت كثير بكون الشمس حاميه، ما بصير يا ماما. لازم من الساعه 10 للساعه 4 ما نطلع بهذا الوقت لبرا، حتى ما نتعرض لاشعه الشمس بتضر راسنا، صيبنا ضربه شمس. ما عاد تعملي يا ماما ما هيك؟ لا تطلعي بهذا الوقت، بهذا الوقت بتضلي بالبيت، إذا بدك شيء أنا بروح بجيب لك وبيجي. ما هيك يا ماما؟ خلص لا تعيديها. يلا، شو بدنا نقول لأحبابي قبل ما يروح؟ يا جماعة لا تروحوا بالشوبات. لا تعملوا مثل فطومة وتطلعوا بهذا الوقت حتى ما تصير معاكم ضربة شمس، تتعرضوا لهي الشمس، الشمس هلا بتكون كثير قوية. بعدين تروحوا على المشفى لو سمح الله، ان شاء الله ما بيصير. بيعملوا لكم هيك، بيعطوكم الابر كثير قوي وكثير كبار، بيعطوكم ابر. لا ان شاء الله مع قلب الشر. يلا لا تنسوا تحطوا لنا لايك واشتراك وبنحبكم كثير. يلا باي. شو هذا عم يتعلي انا؟ يلا ماما ليش هيك تأخرت؟ ماما كتير تأخرت، وين راحت؟ خليني اتصل عليها. ألو ماما، لك ماما انت وينك؟ ليش تأخرت كتير؟ يا والله انت وينك وينك؟ تأخرت كتير، انت بالطريق؟ آه تمام يلا باي. واخيرا انا رجعت على البيت وجبت لها هذا لفطومي، هذا الحصان وهذا الدستان، وهلا راح اعمل لها مفاجاه لفطومي. فطومي يا فطومي، تررا لك شو جبت لك ماما؟ فطومي عملت لك مفاجاه، جبت لك هذا الحصان. وانا بحبك. شو عجبك ماما هذا الفستان؟ جبت لك هذا الفستان وهذا الجزدان. شو هذا ماما هذا طلع معه؟ ايه هذا انا اخترت لك اياه وطبقت لك اياه. شو رايك حلو؟ انا رحت على السوق حبيت اعمل لك مفاجاه، قلت انا بحب، انا بعرف انه فطومه بتحب كثير الفساتين، راح اروح على السوق واعمل لها مفاجاه واجيب لها احلى فستان واحلى جزدان، لاني ماما انا سمعتك عم تقولي لرفيقتك اني انت بتحبي الفساتين وجاي على بالك يكون عندك فستان جديد، مليتي من فساتينك هدوك. هلا
حقيسه. يلا حقيسه. واو شو حلو ما شاء الله، شو حلو هالفستان يا فطومة، كتير كتير حلو لابق لك. حلو مع الجزدان؟ ماما رح اجرب اذا بساعة جوالي ممكن تحطي الجوال؟ اجربي. لا بعتقدني صح اذا حطيت الجوال فطومة. تعال نشوف. والله بساعة يا ماما. ليكي عجبك يا ماما؟ حلو؟ هذا اذا بصير رحنا على مكان او مشوار وهيك وبلبسه فوق. ايه كثير حلو. بس باخذ معي جوالي وباخذ الشنطة. يلا مبروك يا فطومة، أهم شيء أن تكوني مبسوطة حبيبتي. يلا ماما روحي اشتحي وخبي. خير يا فطومة؟ ماما الفستان كتير عجبني. ايه مبروك إن شاء الله. تعبانة أضل أشوف الأضل. يا الله ماما هذا حقه 1000 ليرة. فطومة ماما أنا رح على المطبخ، شو جاي عبالك اطبخ لك اليوم؟ اطبخي لي ورق عنب. ورق عنب يلا تكرم عينك. يلا أنا رايحة أطبخ. أها أنا حتى رفقت تالا وقال لما اشترت لي فستان كتير كتير غالي حقه 5000. والله فكرة أنا خليها تغار حقه 1000، خليها تغار عاد أنا بحب أغير الأولاد. ألا رفقتي كيفك؟ الحمد لله أنت كيفك؟ كيف أمك كيف أخواتك؟ ليكي بدي أحكي لك شغلة بس لا تغاري. ليكي ماما اشترت لي هذا فستان حقه 5000. فصلت بوشي؟ ليش فصلت بوشي؟ يمكن غالي عادي يمكن غالي. أنا حكي كل رفقاتي وخليوني غارب. يلا خلي اتصل بالأول وحدة. شو اتصل مع مين مع مين؟ أي ألا عايشة خلي اتصل عليها. ألو كيفك رفيقتي؟ شلونك كيف أخواتك؟ كلهم بخير؟ بدي أحكي لك شغلة بس لا تغاري. إذا غرتي ما تخلي أنا. لكن بدي أحكي لك شغلة، أنا ماما اشترت لي فستان ب10000 كمان فصلت بوشي. يا الله عادي يمكن غارش كمان. رح اشتري رح احكي رفيقتي الثانية اسمها سيدرا، قصدي اسمها سيورة. سيورة يلا شوف فطومة شو عم تشتغل. انا رفيقتي فطومة عم تحكي رفيقتها. شلونك؟ طمين عندك؟ ليك بدي احكي لك شغلة بس لا تغاري. انا ماما اشترت لي فستان حقه 20000. ولا على طول 20000 عم تكذب؟ سكرت بوشي على كيف غالي. لك فطومة؟ فطومة انت شو كنتي عم تحكي مع رفيقتي؟ ما بحكي شيء، بحكي مع رفيقتي على الفستان. ماما ليش عم تكذبي؟ ليش عم تقولي له اني الفستان ب 20؟ انا سمعتك بدانك كيف هيك كذب؟ فطومة انت عم تتخيل. فطومة انا ما بحب هالحركات. ها فطومة انا ما بحب الكذب. ليش عم تكذبي على رفقاتك؟ ما اسف انا مو قلت لك ان الكذب حرام؟ مو قلت لك ان الكذب حرام ما بيصير؟ ماما عاد انا بحب اغير الاولاد. لكن ما بيصير تكذبي. ماما انا مو قلت لك ان الكذب حرام والله بيحط الكذاب بالنار؟ شو انا قلت لك؟ فطومة ماما فطومة انتبهي. ها اللي بيكذب بيطلع بوشه شعر. ها لا لا ماما لا فطومة اوعى. ها اوعى تكذبي. ها اللي بيكذب تاني نهار بيحس من النوم بيلاقي بوشه في شعر. ها ماما عادة ايه خلص انا حذرتك. تصطفلي لا ايه ماشي انا حذرتك. تصطفلي انا مو قلت لك اني الكذب حرام؟ ماشي تصطفلي بكره شوفي كيف رح يطلع بوشك شعر تاني نهار. يلا خليكي تصطفلي انا رح اكفي طبخه. الله والله نسيت خليني اطفي الجوال. وانا شو وضع انا شو هاد شو هاد يا شو هاد عم يطلع خليني اشوف الكاميرا.
لك شو ها؟ لك شو 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 في بوشي؟ لك ماما قالت لي انه اذا كذب بيطلع مني بشعراي. يا ماما شو بتسوي شو بتسوي؟ يا الله بوشي شوف بشعر. يا الله يا ماما طلع مني شعر من وشي. يا ماما تعالي يا ماما. ماما. يا ماما مالي تعالي ماما. بخير خير شبك يا فطومة شوفي. وشك شعر مثل ما قلت لي ما قلت لك اللي بيكذب يا فطومي بيطلع بوش الشعر انا شو قلت لك اسفه وقلت لك انا لا تكذبي خليكي شايفه شو صار فيكي يا طيب عملي لي عمليه حتى عملي شو يا الله ولي على قطاتك هاتي هاتي الهاتف لشوف هاتي لدق للدكتور هاتي الو الو دكتور الو لك يا دكتور الحقني بنتي بنتي فطومي طلع بوش شعر شو؟ بدها عملية؟ طيب دكتور شو قد بتكلف العملية؟ 10,000 دولار؟ طيب دكتور طيب رح أدبر المبلغ وأجي أعمل عملية لبنتي، يلا ماشي، يلا يا الله ولي على قطعتك يا فطومة، لك تعرفي هاي عملية شو وشك شو قد بتكلف؟ بتكلف 10,000 دولار، أنا منين بدي أجيب لك 10,000 دولار؟ يا الله منك يا فطومة لك ليكي كيف طلع بوشها شعر؟ كيف طلع بوشها كيف طلع على المدرسة؟ يا الله منك يا فطومة ليه رخص مطاني؟ شو بدي اسوي؟ يا الله شو بدي اسوي؟ هلا اخر رفقاتي بيضحكوا علي تعالى ورفيتي رفيقتي سيدرا طيب انا شو وعايشة انا شو بدي اعمل لك؟ انا مين قال لك تكذبي؟ يا الله شو بدي اسوي؟ شو بدي اسوي؟ هلا بدك تعملي لي عملية يا الله شو بدي اعمل شو بدي اعمل طيب طيب هاتي شوف شوف شحتي خلي يدين لنا هالمبلغ يا الله رح ادق لخالتك الو الو اختي اختي معاكي مبلغ 10,000 دولار دينيني والله مضطره على عمليه لبنتي فطومه طلع بوشها شعر ايه معاكي شكرا شكرا لك يا اختي شكرا لك ما راح انسى لك هالمعروف طول حياتي شكرا لك شكرا يلا يلا انا راح اخبر الدكتور واخذ بنتي واعمل لها عمليه يلا ماشي ماشي يلا يلا تدبر المبلغ تعالي تعالي يا فطومي تعالي ولي على قطاتك يا فطومي قلت لك لا تكذبي لا تكذبي بيطلع بوشك شعر يلا 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 روحي 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 على الدكتور يلا واخيرا رجعنا على البيت تحتي يا فطومي تحت اشوف وشك اشوف ما في شيء اشوف ضل شيء لا ما ضل شيء ماذا يلا يلا ارتاحي ماما. ارتاحي ماما ارتاحي ماما انا احسن ارتاحي حطي مخدة يا ماما حطي تحت راسك مخدة تعال ارتاحي 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 يا ماما شو تعلمنا من هذا الدرس؟ انه ما تكذب انه ما نكذب اوعى نكذب ها الكذب حرام شافي شو صار فيك يا فطومة؟ الكذب حرام اذا عملت اذا كذبت وعملت شيء مشكلة رح يطلع بوشكم شعر شعر اذا كذبتوا كل يوم بيطلع وشكم مليون شعر فطومي لا فطومي الكذب حرام اللي بيكذب الله بيحطه بالنار بيروح على النار احبابي هذا الفيديو كان كله تمثيل وما طلع لا بوشه شعر ولا شيء لفطومي وهذا كله كان تمثيل كله تمثيل ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وحبيتوا الفكره ولا تنسوا تعملوا لنا لايك واشتراك وتكتبوا لنا كومنت حلو وبنحبكم كثير يلا باي.